مشاهدي قناة الدار، أهلا ومرحبا بكم في لقاء خاص مع الفنان المغربي ديجي يوسف اللي حقق العديد من الإنجازات مع الفنانين من مختلف الجنسيات العالمية. واليوم مع الجديد غادي يكشف لنا عليه هذا اللقاء التواصلي مع ديجي يوسف. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك، ميرسي بوكو رشيد، ميرسي ومشرفين، والسلام عليكم. وانا فرحان بزاف انه ندير معكم هذا الاستجواب. شكرا لك. يعني في البدايه انا الكل كيعرف انا دي جي يوسف اللي اهتميتي بشكل كبير في لي ديو اللي ما كتشوفش انا فنان اللي كتتبع المسار ديالو، ولكن كتحاول تشرك دي ستيل ميوزيكال المختلفين. يعني شنو اللي خلاك انك تمشي لهذا الستيل هذا؟ هو لي ديف اصلا سكو كنبغي ان الاغنيه تكون يعني تكون غيش، تكون فيها واحد الروح. دونك نحاول نجمع ديفيرونت كولتور، مثلا كيف كيف مثلا مع اماراتي، مع مغربي مثلا، مع جزائري، ان سي دو سويت، حتى باش الاغنيه تاخذ واحد، تكون عندها واحد القوه، تكون عندها واحد لا فورس. و ان ميم طون كنبغي الناس انه يشوفوا لارتيست اللي هو كنا شوازي ولا اللي بغينا انه يكون مع، يكون هذا مع هذا، باش يشوفوا بواحد الطريقه عاوتاني واحده اخرى اللي ما كيشوفوهاش عاديا يعني في اليونيفير ديالو. هذا هو لي ديف فريمون ديال لي ديف، انه كونيكت الناس بيناتهم ونديروا شي حاجه اللي تكون يعني ديفيرونت على شنو اللي كنسمعوا دابيتو. اخر الاعمال ديالك بالشكل اللي كانوا فيها العديد من الكواليس والمفاجات، من بينها الدوزي الفنان ديالنا اللي كنظنوا تعرض لبعض الحروق في اليد ديالو على حساب ما توصلش بالك، تقدر تاكد لينا هذا الخبر هذا وتكشف لينا على كيفاش توقع لي هذا المشكل؟ ماشي يعني ماشي هو مشكل، كان وقع غير واحد بيتي بيتي اكسيدون في بوندون لو كليب، ولكن ديجا غادي نبداو كيفاش هو عجبات الاغنيه. يعني كنا هذه صافي دابا شي عام هكا تلاقينا في واحد كنا نزلنا في واحد نفس لوطيل، جينا من واحد ليميسيون سميتها موروكو ميوزيك اوورد، وتلاقينا في هذاك لوطيل اللي كنا جالسين فيه. قلت لي حفي صافي لونطون شحال ما تلاقينا وخصنا نديرو شي حاجه مع بعض. قال لي بيان سور عندك شي حاجه سمعني. هو سمعت الاغنيه، غير سمع الاغنيه هو يدير دير فيها بحال هكا ودار في خو بحال هكا، واو اغنيه زوينه. قال صافي هذه تاعي. اوكي يلا نشوف الله. دونك اغنيه مني صوبناها مشينا ورجع لبروكسل، انا رجعت لباري، وكان كنفكر كيفاش غادي نديروا الاغنيه، كيفاش غادي نوصلها بواحد الطريقه اللي غادي تكون يعني مزيانه في البلدان العربيه. هو اصلا الاغنيه كانت ديجا ملحنه وكانت ديجا مكتوبه، مي صيفطت لواحد السيد صاحبي سميتو محمد نوبل دايوغ كنسلم عليه، وهو دونك عاود لحنها بواحد الطريقه ديالو، وكانت ملحنه ديجا من عند واحد صاحبي سميتو امين دوكالي، والكلمات كان مكتوبين ديجا اصلا المغني واحد اللي كان كاتبهم محمد برحيل. واش قدرتي انك تقنعهم بجوج يشاركوا في هذا؟ ايوا شتو انا دونك دابخي دونك من كتبنا كلمات وكادينا وداك الشيء، دوزي قال لي يوسف اغنيه زوينه واعره ولكن خاصها ديو. قال لي بصح، قال لي وي، قال لي شكون اللي ممكن تقترح عليا شي واحد في البلدان العربيه؟ بقيت كنفكر كنشوف شوف، عيط لي كونتاكت ديالي، قلت لهم راه بغيت باش نخاوي واحد الاغنيه مع الدوزي، وخاصني شي ارتيست اللي يقدر يجي مع هذوك لا كولور ديال الدوزي. انا كنفكر يقول لي يارا. قلت لهم واو يارا زعما غادي تجي مع مي كومون يارا؟ تبارك الله ما شاء الله عليها، يعني عندها واحد لو ستيل ديالها بوحدها، وعندها واحد لو ستيل رومانسي رومانتيك وداك الشيء. ومع حتى النجاح ديال، اسمح لي قطعتك، النجاح ديال دوزي هو ايضا يعني خلاه انا نفكر بيان سور هذا البروجي. بيان سور باغ الله، لانه دوزي ما شاء الله عليه هو عنده واحد الجمهوريه، ومن فوق هذا الشيء كله عنده واحد البيرسوناليتي اللي اليه فورت. وماشي زعما هو دوزي ماشي مع اي واحد غادي، هو اللي تخي ديفيسيل في الاغاني، خاص تكون اغنيه تكون ملا ما كانتش واو ولا ما حش بها هو اصلا ما عمره ما غادي ياخذها، واخا ما عرفتش شنو يعطيها. اي دونك ملي خدينا سنين الاغنيه، عبد القادر لو فخيغ دوزي كتب الكلمات ديال يارا وكتب الاغنيه، صيفطنا الديسك لطريق ابو جوده، لان طريق ابو جوده هو اللي كيتكلف بيارا اللي كنسمي عليه بزاف. صيفط لي الصوت، ملي صيفط لي الصوت ديال المغنيه، وانا نقول له شكون اللي كتغني؟ واش شي وحده كانت مغربيه اللي غير باش صيفطي لي غير باش تشوف الكلمات صحاب؟ لا، قال لي لا راه يارا. قلت له ما يمكنش، واه يارا كتغني بهذه الدارجه هكا دايره؟ دارجه بارفي 100% 100% مغربيه 100%. وصافي دونك انا بعثت باغي بعثت لدوزي ولي فخيغ دوزي، ملي سمعها قال لي شكون هادي؟ قلت له هي راه هادي، انا براس من الاول ما ثقتش بانه راه هي راه اللي كتغني بالدارجه ديالها، فريمون تقناتها مغربيه. وصافي دونك كيفاش تصب هاد الديسك كيفاش طلع؟ ابخي سالينا ميكسينا كلشي في امان الله، مشينا باش نصوروا الكليب في لبنان.
صافي لو كليب يعني حنا قبلنا عليه انه جيل لو غيلاتور هو كان صيفط لنا لو سيناريو النهار الاول وانا عجبتني الفكره بزاف ديال انه نشوف واحد لقطه تيكون من مورا الكاميرا ومن قدام الكاميرا دونك الا لاحظتي في الكليب كيبان لك انه كان واحد البريباراسيون ديال الكليب كما عندك الكليب التقنيه اللي لعبت دور كبير بيان سور لمسه تقنيه ويوم ميم طون بغيت شي حاجه تكون سامبل شي حاجه تكون ديال بصح ماشي ديال الطوموبيلات ولي بيسين وديالو باش داكشي ولكن تحكي لنا التفاصيل ديال الدوزي شنو وقع ليه في لاما ديالو على ما عرفتش ما سمعتش بلي لي موندارين ديال لي بروجيكتور ديال لا لوميير هو اللي كان السبب لا لا ماشي لي موندارين لا ماشي لي موندارين انا نقول لك اكزاكتومون كنا زوينات كان خصني واحد بضعتي مع السخونيه باش عرقت انا قلت ليه خصني ان تيشيرت وقال لي بلاتي بلاتي بزكازكا واش بدي ان تيشيرت عطاه لي بدلت وهو في المومون اللي عطاني التيشيرت جلس واحد البلاصه وهذيك البلاصه شنو هي اللي فيها البولات ديال المكياج وجا قلت هذاك هو يدير هكا وانا نسمع شش ويديرها ويتحرق قلت له مالك قال لي زعما راه تحرقت وداك الشيء وكمل عليه ما كاينش absolument مشينا جبنا الدواء هذا قادينا لي بوماد هذا اي سي ان بروفيسيونيل ما شاء الله تو تو سي ان بروفيسيونيل دونك شفنا هذا الشيء كيفاش داير كان خصو صور ماما اون بيل شيميز ان تي جاكيت صافا صدقنا لا فيست ما كاينش مشكل غير نقطه اخرى بغيت نسولك يعني ماشي غير دو زيارة اللي كانوا في الاعمال ديالك سبق انك درتي اعمال اخرى ولكن في ظل هذا الانجازات الفنيه اللي قمتي بها شكون هو الديو اللي حسيتي به كان قريب ليك بشكل كبير واللي كتشوفو يعني متعب وسكنك قبل ما انك المشاهدين يشوفوا الانجاز صراحه بيني وبينك هو اغنيه يعني كل اغنيه وبركه ديالها كل اغنيه وعندها واحد الروح ديالها ما يمكنش نقول لك هذه احسن من هذه ولا هذه كتقاد الخواطر يعني ميم با والله لا ما كنقاد الخاطر ولكن اللي نقدر نقول لك حسيت بها بوتيتخ في 2005 الاغنيه اللي درت لحميد بوسناق والشابه ماريا اللي سميتها عمري لو كان فيديا يا بروحي انا نفدي هذاك الوقت هذاك كنت باقي يلاه يلاه بادي يلاه باقي بلان دينيرجي وما عارفش لو دومين مي جيتي سيتي موا انايا دونك درنا داك الديسك درنا داك الالبوم كاريما ماشي غير ديسك باسكو كان البوم على ليبوك مازال كنا كنخرجوا لي البوم سيتي با كوم اليوم سي شونسون با شونسون ودونك سي جوسكا باقي لحد الان ملي كنسمع هذوك الاغنيه كتجيني شي حاجه كنقول واه رجعت 15 ans en arrière شوف كوميونيتي فوالا هادو هما لي سي كوم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي